بعد إتمام العملية الانتخابية بشكل علني وشفاف، صار وقت فرز الأصوات. خلينا نشوف كيف توزعت الأصوات 18. I vote for myself لأنه كتير في شغلات براسي حابة أعملها وشغلات كتير حلوة، و at the same time حاسة أنه أنا قادرة أني أكون delegate. على خاطر الأكاديمية عاشت في ظل أسبوعين معناتها تحت نظام بنت اللي هي كريستين، وكان معناتها باهي طيارة على الأخر، وتوا حبيت نعطي فرصة لشاب نحب نشوف معناتها كيف باش يكون الأجواء، ومن بعد نغيروا إن شاء الله كان معناتها قعدنا مع بعضنا. مش متضايقة غير مني أنت لأنه ما صوتت لك، ما في شيء. يعني مين أنا؟ في ألف حدا أصحابي هيك ما صوتوا لي، عادي، ومش عم بحكي على التصويت. إيه؟ عادي لعبة بدي ألعبها، طلعت ما طلعت ما طلعت، إن شاء الله عمري ما طلعت، مش فارق علي. ليان على فكرة أنت صريخ اللي عم تصرخي هذا ما تصرخيه على كل العالم. بليز يعني خليني احترم حالي. محترمة حالي. ليه ليه كثير محترمة حالي. حالنا. احترمي حالك. شو اسمعي الكلام منيح. هي دقت في، انا حكيت مع حالي، عم تحكي مع المراي. اهدي، ما حدا دق بحدا، اهدي، اصلا انت واجهتي. يعني هي معقول تفكر اني بدي ازعل منها عشان ما صوتت لي؟ كم عم زدتي كلام هون قعدتي ما صوتتي وين حد العصر. يا عمي يا عمي قصدي عنك وبدي احكيها قدامك، بدي ادخل من برا لجوا واحكي عنك قدامك. طب شو المشكلة؟ ما بدي احكي. صوتت لحسام برأيي، نحن كلنا مثل ما قلت قبل بمرة، رح ارجع اقول مرة ثانية، برأيي كلنا بنستاهل نكون ديليجي، بس هو الشخص اللي بين الكل الموجودين اللي اقرب من الكل. شو مالكم؟ ماشي هن جايين بخصوص موضوع انا بحكي لك. لعبة هاي لعبة. لك يا حبيبي ايه؟ بس انا مش انا صوت، ما صوت لجيلبير. او ماي جاد يا عمي مش هاملني. حبيبي ايه ايه خلص اطلع ما تفهم الموضوع. صوتت لجيلبير، هو الوحيد اللي بين المرشحين جد. الطريقه اللي وصلت لك فيها نينا ورجتك اني انا عم بحكي عنك، انا عن جد ما عم وهيني عدتها للكلمه. اسمعيني يا بنت، عدتها. انا ما وصلت لا بلا. قلت لا يا حبيبي غلطانه. عن جد ام شوكت، ام شوكت، ام فيري شوكت. هلا هلا بفهمها. اسمع فريم، عن جد اذا رح اخسرك من ورا هذا الشيء هلا ما رح تخسريني. عن جد لانه موضوع تافه وبتعرف انت قد ايه انا بعزك. شغلي سائس. يا ريتني ما رشحت حالي، عملوا لي قصه من ولا شيء. عادوا عادوا عادوا. I was saying sorry because I didn't vote for them. وعادي انا بقولها عادي بقولها بتقول اوكي قلت لها بدي اقول لك ليه because he's more responsible. فمن بعد ما قلت لي قلت لها لانه فريم قال لك تصوتي له عادي، فراحت قالت له ليان بتقول لي هيك هيك هيك، ففريم زعل مني وانا مش قصدي احكي عنه من وراه. كنا هون اوكي we're gonna start. جيلبير جيلبير كريستين والله دخت حسام 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 هلا تعادلنا. ليه تعادلنا؟ أنا what I think we should do. جماعي الثلاثة الستة اللي ما صوتوش للمتعادلين يخشوا صوتوا. هذا لحد من الاثنين. حد منكم أنتوا الاثنين عايز يتنازل الثاني شايف إن الثاني ممكن يعمل أحسن. بالضبط هذا اللي بيصير بيناتكم. أنا أنا بتنازل. أنت أصلاً ما بتجيش أنت تتنازل. حسام ارفعوا إيدكم. يلا جرب حسام. بعد كل انتخابات بصير في تجاذبات وتعليقات، بنسمع شو انحكى بعد الاجماع على حسام. انا لقيت ليان اول شيء، انه قلت انه حرام هي لانه كل يوم بتقعد وبتصير بتبكي وبتذكر قاق وكذا، قلت لها انه بتندمج اكثر وبتصير بتنشغل اكثر وبتبطل تفكر فيه، بتصير انه مسؤوله عن شغلات ثانيه بتلتهي، فنقيت لي يعني لانه هي اصلا حابه. تمام كل واحد حقه يختار اللي عايزه، ان شاء الله حتى لو ما فيش اي سبب. هجمت علي كريستين وزعلت مني، قلت لها انا مو مشان شيء مشانك، لانه صوتك راح الاسبوع الماضي على كثر ما حكيتي وتعبتي حالك، وفي اشخاص ما كانوا عم يردوا وما بيستاهلوا انك انت تتعبي معهم، فخلص اعطي فرصه لحدا ثاني بلكي بيكون بيقدر ياثر على غيره اكثر. عم زعلت مني ليش انت بدك تردي علي اصلا؟ كنت عم بحكي انا وياسمين، قلت لها ياسمين اذا كريستين هلا بترجع برشحها انا ما بنتخبه. وما
المنتخب لكريستين. كريستين بتعقد، بتستاهل انه تكون مليون مليون جمعه ومليون شو بدي اقول لك، بس نحن 20 واحد، طب خلي كل واحد ينعطاه فرصه. صح، معلش لما كل واحده بتزعل فيك وتخش وتقول هي زعلت عشان كذا، انتوا اللي بتعملوا مواضيع. انا فرقت، لا انا حبيبتي ما نقيتك لانه انت تعبتي كثير. طب ما خلاص انت مش مفضني على السبب ده. زعلت مني انا. ما هو تتضايقي ليه وتتضايقي ليه؟ طب ما هو حقها هي مرشحه مثلا، ما اي حد طبيعي بني ادم طبيعي ما بيبقى داخل مكان عايز يفوز، ايه المشكلة يعني؟ جبار زعل. شو؟ انه ما صوتنا له؟ عادي. صرت زعل وشو؟ ما لازم ناخذ يعني اشياء مثل هاي يعني كثير سيريسلي يعني لهالدرجة. مشان هيك انا ما انا قلت له مشان هيك انا ما صوت مثل له، لانه في اشياء مو مستحق بيعمل عليها قصة يعني. عم تحكي هي ومين قالت لها انه مين قالت لها ما صوتت لي؟ قلت لها عادي. انا كمان قلت لحسام انا ما صوتت لك، صوتت لها. لقيت حسام ولقيت جلبال قلت لهم تعالوا بتحكيكم، حكيت لهم قلت لكريستين انا ما رح صوت لك لانك كنت معنا يعني. ما انا شفت صوتي شلت له بريك ومنكون مع الايفال الثالث.